نعم، لكن هل ستشكو إلى الناس؟ هل ستسير تبث شكواك لغير الله؟ وإذا شكوت إلى بني آدم حاجة فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لن تجد الراحة عند الناس. لكن سبحان ربي، من لي سواك يا الله؟ هون عليك الأمر لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين، إن الصعاب تهون بالتهوين. نعم، هون عليك الأمر لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغدا ببطن الغيب شبه جنيني. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هون عليك الأمر عبد الله، وقل لربك من لي سواك. هذا الأمر الذي وقفت عليه، وتلكم الصورة التي هزت مشاعري وأرقت مضجعي لما اطلعت على رسالة من والد يشكو بأن ولده يضربه، فقلت سبحان ربي. كنت في مدينة القاهرة، وبعثت امرأة عجوز من آخر المسجد أسقطت ورقة، فقرأت هذه الورقة تقول: إن ولدي يضربني ويأمر زوجته أن تضربني. فقلت له: بأي قدم ستقف بين يدي الله؟ قالت المرأة في نهاية الورقة: ومن لي سوى الله؟ ولدي يضربني، من لي سواه؟ من لي سواه؟ فقلت في نفسي: بأي قدم سيقف بين يدي الله؟ بأي قدم سيقف بين يدي الله؟ صورة هزت مشاعري وأرقت مضجعي لما روت هذه المرأة هذه القصة، فقالت: إن ولدي يتطاول علي فضربني، وضرب الوالد ومات الوالد، وعشت أنا، فكنت أسجد في جوف الليل وأقول: يا رب، هذا هو ولدي العاصي ذو القلب القاسي، من لي سواك يا الله؟ من لي سواك يا الله؟ قالت المرأة: وهذا الولد العاق ما ترك من معصية إلا وفعلها. فبعد أن قلت: ومن لي سواك يا الله، ابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش. أيها الشاب اسمع، أيها العاصي اسمع، أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ اسمع، هذا الشاب ابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش، ولما دنا الموت وبدأ يشعر بالفوت وبدأ يشعر بالموت، عاد إلى الله وتاب إلى الله وبكى إلى الله ونادى على الأم الحنون، فقال لها: يا أماه ائتي إلي. فأتت إليه الأم فبدأ يبكي ويقول: سامحيني يا أماه،
أستحلفك بالله أن تسامحيني. فقالت سامحتك يا ولدي. قال أشهدك يا أماه أنني تبت إلى الله وعدت إلى الله وأتى الأجل. فشهق الولد شهقات وقال يا أماه أستحلفك بالله إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. قالت المرأة وشهق وتكلم بكلمات ثم مات. قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد إذ بي أرى جنازة يحملها أربعة من الرجال. فقلت جنازة يحملها أربعة والله لأكونن خامسهم. فصار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر مليا حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة. قال لما أنتم أربعة؟ قالوا والله لا ندري لما نحن أربعة، لقد اقترتنا هذه العجوز، أي استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل وندفن. قال سبحان الله، حتى الأربعة اقترتهم هذه المرأة. فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن، وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب من لي سواك، هذا هو ولدي العاصي ذو القلب القاسي، عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتي. اللهم فارحمه، اللهم فتجاوز عنه، يا رب من لي سواك. ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي، ثم ابتسمت المرأة وانصرفت. فتعجب الحسن وبدأ يجري وراء المرأة، قفي يا امرأة ها أنا أستحلفك بالله. ما أمر صاحب الجنازة؟ قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال أنا الحسن البصري من علماء المسلمين. قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك. أيها الحسن، هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة، إنه ما ترك من شيء يغضب الله تبارك وتعالى إلا وفعله، لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله. فكنت أضرع في جوف الليل وأقول يا رب من لي سواك، من لي سواك، اللهم اهد هذا الشاب العاصي ذو القلب القاسي. كنت أدعو عليه بداية، ولكنني لما لجأت إلى الله تبارك وتعالى ودعوت الله أن يهديه قد استجابت الدعاء الأول، ألا وهو الدعاء على ولدي. فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش، فلما دنا الموت واقترب الأجل نادى علي وقال لي يا أماه أستحلفك بالله إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. يا من تضرب الوالدين، اسمع أيها الشاب، أيها المعرض عنا، أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي.
فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. قالت المرأة: ففعلت وبكيت، ووضع خده على التراب قبل أن يموت، ووضعت قدمي بعد أن استحلفني بالله وقال لي: ضعي قدمك على خدي الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. قالت: ففعلت. ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي: يا أمه، أستحلفك بالله، لا تخبري أحدا من أهلي، لأنهم لو علموا بموتي فلم ولن يترحموا علي، ما رأوا مني خيرا قط. واستأجري 4 من الرجال يغسلنني ويكفنني ويحملنني ويدفنني، ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله في آية. قالت: والله يا حسن، بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت: يا رب، من لي سواك؟ يا رب، من لي سواك؟ هذا هو الشاب العاصي ذو القلب القاسي. قالت المرأة: فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي: يا أمه، اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قالت: والله لقد سمعت صوت ولدي فصيحا كأنه بين أظهرنا ينادي علي ويقول لي: يا أمه، اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ فكم من عروس زينوها لزوجها، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم، فكانت منيتهما ليلة القبر.